بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، كل عام وأنتم بخير، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ونحن بإذن الله في هذه الأيام المباركة وفي شهر رمضان نجعل صلتنا وحبنا وصحبتنا مع سور القرآن الكريم، ونبدأ بسورة الفاتحة التي هي كما جاء في الحديث الشريف هي القرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لسيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة الفاتحة من السور المكية، أي من السور التي كان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ولها أسماء متعددة جمعها بعضهم في عشرة أسماء، وبعضهم في أكثر من ذلك، فهي تسمى بالفاتحة وبأم القرآن وبالسبع المثاني والقرآن العظيم وبسورة الكنز وبسورة الحمد وبسورة الكافية، لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، كما تسمى أيضا بالشفاء كما جاء في الحديث الشريف، هي الشفاء من كل داء. وتفتتح بهذا الافتتاح الجميل بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ قراءتي، أبدأ صلاتي، أبدأ عملي، أبدأ قولي باسم من؟ باسم الله. ولفظ الله هو أعظم أسماء الله عز وجل، ولا يطلق لفظ الله إلا على المعبود بحق وهو الله رب العالمين، ولا يثنى ولا يجمع، وإنما هذا اللفظ كما قال العلماء هو أعظم أسماء الخالق عز وجل. بسم الله الرحمن، ومعنى الرحمن يعني العظيم الرحمة، الرحيم أي الدائم الرحمة، لأن لفظ الرحمن ده صيغة مبالغة، ولفظ الرحيم يدل على الدوام، فهو العظيم الرحمة الدائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تفتتح أيضا الآية الثانية، الحمد لله رب العالمين، ومعنى الحمد لله يعني الثناء الجميل على الله عز وجل، وهو رب جميع المخلوقات وجميع الكائنات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين،
قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تبدأ هذه السورة الكريمة بالبسملة ثم بحمد الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين رب جميع الكائنات، الرحمن الرحيم العظيم الرحمة الدائم الرحمة، مالك يوم الدين. يعني عندما يقوم الناس لرب العالمين ينادي المنادي ويقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يأتي التضرع إلى الله، إياك نعبد نخصك بالعبادة وإياك نستعين ونخصك بالعون، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، نسألك يا مولانا أن ترشدنا إلى الطريق المستقيم وأن تجعلنا نعتنق هذا الطريق ولا نحيد عنه كما قلت يا مولانا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بنعمة الإيمان، أنعمت عليهم بنعمة الإسلام، أنعمت عليهم بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. وعلى رأس هذه النعم إخلاص العبادة لله الواحد القهار. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بالنعم التي لا تحصى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي جنبنا يا مولانا طريق الذين غضبت عليهم لشركهم وطريق الضالين الذين تاهوا في الجهالات وعبدوا غيرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، إنه على ما يشاء قدير. نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.